اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده، طبق جديد من مطبخ سمراء. طبقنا لهذا اليوم مثل ما قلنا لكم هو سلطه المارتديلا. هاي السلطه جدا طيبه وغنيه، طبعا بها لحم وبها خضروات وبها طبعا بالنسبه للهانه موجود بها. هاي السلطه ترهم مثلا وقت العشاء، اذا واحد يحب ما يتعشى يقدر ياكل هاي السلطه تكون كافيه، لو تعتبر وجبه اساسيه لانه بها لحم وبها خضروات ايضا. بالنسبه للمكونات، الطبق علبه واحده مارتديلا، راح نخلي قطعتين فلفل اخضر، ليمون قطعه واحده راح نخلي وياها بالتتبيله، قطعتين طماطه. والطبق والشيء الرئيسي بهذا الطبق هو طبعا اللهانه الحمراء، راح ينطي جمال للطبق وراح ينطي شكل جميل ايضا. عندنا زيت الزيتون راح نستخدم مع هذا الطبق، وراح نستخدم ايضا دبس الرمان. طبعا دبس الرمان مع اللهانه والمارتديلا يطلع جدا طيب. بالنسبه للتوابل راح نستخدم الملح والفلفل الاسود. اذا اعزائي المشاهدين مثل ما قلنا لكم هاي مكونات الطبق، وبالنسبه للتتبيله قلنا لكم. راح نبلش اول شيء باللحم، راح نقطع. ماذا هي مرتديلا، لحم او مرتديلا دجاج؟ بالنسبه للمرتديلا هو مرتديلا دجاج، هذا دجاج، بس احنا نقدر نستخدم لحم او نستخدم دجاج عادي، الواحد براحته. نعم هي ما تاثر، لانه احنا ما طول ما عندنا خيار بهذا الطبق يعني مو فت مشكله. الخيار هم انا ما يعني يرهم مع المرتديلا، يرهم بس مع اللحم، مع الخيار يعني يطلع طعمه مو طيب. طيب هو اللخانه لازم تكون الحمراء؟ ممكن لهانه بيضة، بس احنا لهانه حمراء راح نستخدمها، شكلها راح يكون بالطبق اطيب وطعمها يكون اطيب ايضا. انت دائما تستخدم الفلفل الاسود بالسلطات اللي تسويها؟ سلطات نعم. بالنسبه للسلطات احنا عندنا البهارات، عندنا فلفل اسود وعندنا الكمون وعندنا الفلفل الابيض وغيره وغيره، بس اكو بعض الاطباق يعني اغلبيه الاطباق بالسلطات تحب الفلفل الاسود. اللحوم البيضاء اذا كان دجاج او اذا كان هذا يدخل وياها كاري او يدخل وياها كمون وفلفل الابيض، بس مع السلطات اكثر شيء يرهم وياها فلفل اسود ويكون طعمه اطيب. هي اصلا هذه المرتديلا عماد الساده اللي بالفلفل؟ نعم هاي يعني اكو مرتديلا. هسه شفنا بدنا نشوف انواع بالزيتون وبالفستق واشكال. نعم هذه ساده؟ نعم هاي ساده صافيه ما بها اي شيء، يكون بها شيء بسيط من البهارات التوابل يعني. حلو. بالنسبه للتقطيع، هاي السلطه راح نسويه على شكل جوليان، يطلع يعني شكلها اجمل. نعم طبعا. بالنسبه لهذا اللحم يعني اكو ناس تخاف من عنده، واكو ناس يعني تقول هذا اللحم احنا ما نقدر ناكله وما نعرف شنو هو، بس هو يعني اكو انواع من هذا اللحم يعني انت حسب المنتج. نعم حسب المنتج، وحسب يعني منتج واحد واثق من عنده مو اي اسم. نعم نعم يعني مو كل الشركات زينه ومو كل الشركات مو زينه، اكو بعض الشركات تسوي لحم يعني زين مثل ما تشوفين، يعني هي شيء بسيط جدا وسهل يعني اذا واحد يريد يسوي هاي السلطه وسريعه. عماد هذه اللهانه الحمراء مو قاسيه يعني صعب انه الواحد ياكلها نوعا ما؟ لا هاي السلطه هم بها انواع. نعم هي لهانه هي نفسها الحمراء، بالنسبه للحمراء هي نفسها هي قويه، بس اذا كانت الشغله مثلا مستعجله، اذا واحد يريد يسوي سلطه مستعجل ما عنده وقت، يعني في بعض الاحيان ممكن يسلقها شيء بسيط جدا، يسلقها يعني ويخليها بالسلطه. نعم من عادي؟ اكون نعم من اكون مستعجلاني اللهانه تكون قويه هوايه، اسلقها شويه على النار، اسلقها شويه تذبل وبعدين اتبلها عادي طبيعي يعني مو فت مشكله، بس اذا كانت مثلا للغداء ما تذبل بعد من تسلقها يعني؟ تذبل شيء بسيط جدا بس عادي يعني يبقى طعمها انت موجود. انت هسه سويت لها سلقتها لو ما سلقتها ولا شيء؟ شيء عمليه يعني؟ لا ما سلقتها، بس هي جديده. نعم هي ما سلقتها، بس شنو قلت لك، اذا عندنا وقت، اذا عندنا وقت مثلا للغدا نريد نسوي هاي سلطه نسويها قبل نص ساعه نتبلها، هي راح تذبل اللهانه من حالها ويصير شكلها جميل ويصير طعمها طيب. بس اذا وقت ما عندنا مثلا ممكن خمس دقائق ما نلحق نسلقها. نعم نسلقها يعني مو بمعنى سلق يعني، يعني شيء بسيط نخليها يعني شويه بالماء الحار، دقيقه واحده ماء حار ونطلعها وخلاص. بالشكل بس الطعم البيضة أطيب. بالضبط نعم.
الهانة هواية يعني زينة للي يريد ينقص وزن، خاصة أي يقال إنه هي تدخل بنظام تنقيص الوزن. نعم، اللهانة البيضة واللهانة الحمراء أيضا. وبنفس الوقت تأثر على اللي عندهم قولون. أي بس يعني هي من الأغذية الضرورية. نعم، خصوصا هاي الفترة أسير إذا تلاحظين إحنا كنا العراقيين بطلنا نستغني عنها، يعني شوفي دائما ناكل سلطات اللي بيها لهانة. أي. مو بس غرض الريجيم أو شيء، بس هي سلطات اللهانة طيبة. طبعا تعرفين أنت اللهانة ما كان مرغوب بها هنا بالعراق، صح. يعني أي. وما أقول لك اليوم والبارحة، يعني ممكن قبل 4 سنوات أو 5 سنوات بدأت تفوتها الثقافة، ناس ما حد يشوفها وما حد يشتريها بالفعل. بس هسه لا، ماكو بيت هسه ما يشتري لهانة ويسوي لهانة حتى ما كنا نخليها بال يعني طبخ شو اسمه اللي مثل الدولمه اللهانه، يعني اللي تنلف بها. نعم. نفس الشيء. نعم. نفس الحشوه. نعم. قبل ايضا ما كانت هاي، بس يعني مثلا شوفها. نعم. اردن سوريا هسه لا، نزها هاي صار تقرر موجوده. ايه بالضبط، ما يستغنى. نعم. وخبر بعدين سمعوا انه نفيد بالريجيم صار ما يخلق اي بيت، يعني بالفعل الدنيا تتطور حتى بالثقافه الاكل. نعم، حتى بالاكل. نعم، يعني انت مو بس هاي، يعني ابسط مثال، اكو هوايه اكلات غربيه احنا ما كنا ناكلها ولا كنا نعرف شنو هي، ممكن كنا نسمع بها بس ما نسويها. بالضبط. اي هسه لا. نعم. صار الكل يعرفها. نعم. حتى المرتديل اعتقد مو مثل قبل، هسه استعمالها اكثر. نعم نعم، بس اكو هواية ناس تخاف من عندها، يعني ما تسويها. هي شوفها يعني اكله طيبه والله وسريعه، هي طيبه وسريعه وما تاثر على المعده. نعم، وبالنسبه لها مشكله. نعم، بالنسبه لهذا المرتديلا يعني هي يعني شيء يعني سهل. يعني اذا واحد مثلا يكون عنده مثلا قطعتين بالبيت مرتديلا، ما عنده شيء، من يكون مثلا جوعان، اذا مثل ما قلتي البارحه بالليل واحد اذا جاع شيء يسوي هذا مثل هاي المرتديلا، يقوم يفتحها يخلي شويه بهارات عليها وليمون وهذا يقليها، حيل طيبه تطلع. او حتى هيك بدون شيء. نعم. بس مايونيز. نعم، هيك ايضا طيبه طبعا، بس بالمطيبات تطلع عطيف، يعني بالبهارات تطلع عطيف. وشغله سريعه يعني ممكن 3 دقائق. انت معتمد كل التقطيع بنفس الموديل نعم، هاي سلطه، يعني احنا من نسوي نوع من سلطه لازم نسوي كله نفس الشيء. يعني هسه اذا سوينا طماطم مثلا مربعات او هذا، راح يطلع الطبق كله مو حلو وما راح يطلع نفس الشكل. راح نخلي الليمون طبعا. بالنسبة للليمون اكو مرات نشتري حامض يكون شوية قوي ما يكون بمي، شنو نسوي حتى نخليه يصير لين ونخليه يصير مثل هذا الحامض تشوفين ايش قد ذب مي. اعرفها عماد انا هاي المعلومة. نعم نعم، عرفت تعلمتها مرة قلت لي اياها. نعم، نخليه بالمي او نخليه على التخت نسويه كبيدنا شوية بقوة، راح ينطينا يصير ينطي مي اكثر. نعم نعم، هو مرات يكون يابس ساير مثل يعني النوم البصرة. نوم البصرة اللي اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده طبق جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم مثل ما قلنا لكم هو سلطه المرتديلا. هاي السلطه جدا طيبه وغنيه طبعا، بها لحم وبها خضروات وبها طبعا بالنسبه للهانه موجود بها. هاي السلطه ترهم مثلا وقت العشاء، اذا واحد يحب ما يتعشى يقدر ياكل هاي السلطه تكون كافيه، لو تعتبر وجبه اساسيه لانه بها لحم وبها خضروات ايضا. بالنسبة للمكونات، الطبق علبة واحدة مارتديلا، راح نخلي قطعتين فلفل أخضر، ليمون قطعة واحدة راح نخلي وياها بالتتبيلة، قطعتين طماطة، والطبق والشيء الرئيسي بهذا الطبق هو طبعا اللهانة الحمراء، راح ينطي جمال للطبق وراح ينطي شكل جميل أيضا. عندنا زيت الزيتون راح نستخدم مع هذا الطبق، وراح نستخدم أيضا دبس الرمان، طبعا دبس الرمان مع اللهانة والمارتديلا يطلع جدا طيب. بالنسبة للتوابل راح نستخدم الملح والفلفل الأسود. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا لكم هاي مكونات الطبق، وبالنسبة للتتبيلة قلنا لكم
راح نبلش اول شيء باللحم، راح نقطع ما داي مرتديلا لحم لو مرتديلا دجاج. بالنسبه للمرتديلا هو مرتديلا دجاج، هذا دجاج بس احنا نقدر نستخدم لحم او نستخدم دجاج عادي الواحد براحته. نعم هي ما تاثر لانه احنا ما طول ما عندنا خيار بهذا الطبق يعني مو فت مشكله. الخيار هم انا ما يرهم مع المرتديلا، يرهم بس مع اللحم مع الخيار يعني يطلع طعمه مو طيب. طيب هو اللحانة لازم تكون الحمراء؟ ممكن لهانة بيضة بس احنا لهانة حمراء راح نستخدمها، شكلها راح يكون بالطبق اطيب وطعمها يكون اطيب ايضا. انت دائما تستخدم الفلفل الاسود بالسلطات اللي تسويها؟ سلطات نعم، بالنسبه للسلطات احنا عندنا البهارات، عندنا فلفل اسود وعندنا الكمون وعندنا الفلفل الابيض وغيره وغيره، بس اكو بعض الاطباق يعني اغلبيه الاطباق بالسلطات تحب الفلفل الاسود. اللحوم البيضاء اذا كان دجاج او اذا كان هذا يدخل